يوم 2 يوليو سنة 1918 ولد الشيخ إمام. ناس كتير قوي ما تعرفش الشيخ إمام. هو ده الشيخ إمام، الشيخ الثائر. الشيخ إمام اتولد في مدينة أبو النمرس، هي كانت قرية ساعتها، دلوقتي مدينة أبو النمرس. وللأسف الشديد كانت ظروفه العائلية يعني ملعبكة شوية. الشيخ إمام كان أول واحد يعيش لأبوه، بعد 7 من إخواته ماتوا، 7 ذكور ماتوا. انتوا عارفين بقى إن إحنا وحتى لسه لحد دلوقتي عندنا في الصعيد والأرياف والحاجات دي فكرة لما يموت لك عيال كتيرة بتبقى عاملة إزاي يعني. الشيخ إمام عاش لهذا الأب اللي فقد 7 من الأولاد، والأب اهتم بيه، ولكن تقادير الله سبحانه وتعالى كانت عجيبة. الشيخ إمام في بداية عمره سنة أولى أصيب بالرمض الحبيبي، وده كان مرض عادي جدا دلوقتي، لكن زمان كان خطير زيه زي طه حسين بالظبط. لما أصيب بالرمض ما كانش فيه طبعا في مصر ولا في العالم كله حكاية العلاج، كان فيه حلاق الصحة، وحلاق الصحة عالجه بطريقة غلط زي اللي حصل مع طه حسين، فأصيب بالعمى. الشيخ إمام بدأ حفظ القرآن الكريم زيه زي كل الناس في كل ربوع مصر، ولحد دلوقتي الحمد لله. وحفظ القرآن وبدأ يتعلم في الأزهر، وكان عنده هواياته العظيمة. فضل الشيخ إمام بيحلم بفكرة الموسيقى والحاجات، لحد ما في مرة طبعا كان مستبعد فكرة إنه يبقى كفيف ويضرب بالعود، لحد ما سمع، لأنه ما شافش طبعا، إنه واحد كفيف جنبه بيضرب العود. ليلتها ما نامش وراح قابل كامل الحمصاني صديقه المخرج السينمائي وقال له أرجوك علمني العود. ومن ساعتها بدأ يتعلم العزف على العود لحد ما حصلت محطة في حياته سنة 62، وقابل الراجل ده، قابل أحمد فؤاد نجم. ومن هنا بدأت ثنائية نجم وإمام، الثنائية السياسية الشهيرة. شوف، أنت تختلف سياسيا، ما يعجبكش الفكر، ما يعجبكش الكلام، وارد، لكن لابد أن تنبهر بهذه الثنائية اللي عملت حالة في الثقافة والفن المصري. الشيخ إمام يلحن ويغني كلمات أحمد فؤاد نجم اللي بيكتبها. لما التقوا مع بعض عملوا هذا الدويت، لأنه يعني أحمد فؤاد نجم ما كانش يلاقي حد يلحن كلماته، والشيخ إمام ما كانش يلاقي كلمات تتناسب مع التلحين. ومن هنا بدأت الحكاية تصعد، وبدأوا يشتغلوا على القصائد السياسية لحد ما جت النكسة سنة 67 على أيدين العسكر وأذنبهم. سنة 68 عملوا حفلة مشتركة بين أحمد فؤاد نجم والشيخ إمام، عملوها في نقابة الصحفيين سنة 68، ودي كانت السبب الرئيسي في اعتقال الاثنين ودخولهم السجن، لأنهم عملوا قصيدة ضايقت جمال عبد الناصر ساعتها بشكل كبير جدا، وبناء عليه أصدر أوامره زيه زي أي حاكم عسكري يعني، بالقبض على الشيخ إمام وعلى الكفيف اللي بيغني اللي ما عندوش سلاح ولا إرهابي بس يتقبض عليه عادي، والقبض على أحمد فؤاد نجم، وألقى بهما في غياب السجون فترة طويلة جدا لحد ما طلعوا في نهاية فترة حكم جمال عبد الناصر على ما أعتقد. فضل عايش شيخ إمام يقول حكاويه وغنويه لحد ما انعزل في السنوات الأخيرة ليه، هو خد جنب وانعزل في حي الغورية الشعبي لحد ما مات سنة 1995. مات الشيخ إمام، لكن فضلت ألحانه تؤرق كل ظالم. نسمع حاجة منها عشان نفتكر الشيخ إمام اللي مر على ميلاده. والبارد ولادي وتقول يا ولادي وولاد الشوم رايحين في النوم، ولاد الشوم رايحين في النوم، البارد نارد في القهر انشارد، البارد نارد في القهر انشارد، وقعت في البيت سالوا النواطير طب وقعت ليه، وقعت في الخوف والخوف يجي ليه، من
من عدم الشوق وقعت من الجوع ومن الراحة البقرة السمرة من الطاحة وقعت من الجوع ومن الراحة البقرة السمرة من الطاحة ناحت ناويل النواحة على حاحة وعلى بقرة حاحة ناحت النواح والنواحة على بقرة حاحة.